بفيديو اليوم يا حلوين، بعتت عبودة لعند بيت جده زيارة، وأنا وبابا أحمد فرحنا كتير وقلنا نقضي كم يوم على رواق. وفجأة تتصل فيني رفيقتي كيكي، بدها تحط ابنها كوكي العجيب عندي، وأحرجتني كتير واضطريت أوافق. وللأسف طلع هالولد كوكي العجيب ولد شيطان شق الأرض وطالع. فتابعوا الفيديو للنهاية لتعرفوا إيش عمل فينا هالولد كوكي العجيب. ولا تنسوا اللايك والاشتراك، وصلنا 2 مليون مشترك. عبودي عبودي، لك ضل ساعتين بس للطيارة، ما بدك تسافر لعند بيت جدك؟ ايه طبعاً بدي. يلا تعا عالسريع طبق شنتايتك، يلا يلا عالسريع، بدك تطبق اغراضك، بدك تقضي العطلة عند بيت جدك. هيه عبودي، هي بيجمتك وهي كنزة وبنطرون إلك. تطلع؟ يلا خلص حاج، بكفوك هدول صح ولا لا؟ لا بدي هاكي واكي. يلا يلا عالسريع، ايش بدك تجيب جيب؟ ماما بدي حط هذا هاكي واكي. يلا يلا حطه، الشنتاي كبيرة بتوسع. ايش بدك كمان؟ بدي كعكة. يلا يلا قوام، يلا يلا على السريع، ما في كثير وقت. الله، انت بتحب هاي اللعبة كمان؟ يلا يلا. وبدي كمان هذا بيكاتشو. بيكاتشو. لك انت بدك تملي شنطاي السفر العاب. ماريا انت كمان بدك نحطك بالشنطاي؟ ما بدك تحط معك ماريا بالشنطاي؟ مثل ما وصيتك ها، ما بتعذب بيت جدك، بتخليك ولد مؤدب. اوكي اوكي مامي. يلا انت ان شاء الله بتقضي عطلة سعيدة عن بيت جدك، وانا برتاح منك كم يوم. جاهز؟ جاهز. يلا خلص جهزته، خذه وصله. ايه ايه وصيته. ما تعذب بيت جدك ها؟ ايه. خليك ولد مقدم ها، ما تسود لنا وشنا. عليك يا ابني ها، هيك. يلا يلا ما ضل كثير وقت، يلا وصله. يلا لك يا عيني على هالرواية يا بابا أحمد، لك عن جد طلع عبودي أفندي كتير بيعمل ضجيج. والله الضجيج كتير عالي. الله الله، عن جد رح نرتاح غير شكل هالكم يوم من عبودي، كتير رح ننبسط. هو إن شاء الله بينبسط عند بيت جده، ونحن كمان منقضينا كم يوم برواق. والله الحمد لله، لك وماريا ترتاح منه كمان. ايه حتى ماريا عم بجننها. طلع شو هيك ما احلاها. بس ان شاء الله ما يعذب بيت جده. لا ان شاء الله لا، بيستحي بحبه لبيت جده. ايه ايه مزبوط، رح يستحي منه، صار له زمان لانه ما شايفه. ايه صار له زمان ما رح لعنده زيارة. ايه لك مين عم بيدق لي من الصبح؟ ما بعرف تليفوني عم بيرن. طلع شو هيك عنده قلك؟ يلا ثواني اشوف مين. ما معقول وصال يعني، معقول وصال؟ لا لا ما خرج. يلا لاشوف مين عم يتصل فيني. الو اهلين حبيبتي كيكي، ما بتقدري تاخذي معي؟ عندي سفر كثير ضروري على ثمانية. الي ولا للديب؟ لا خص الديب، خير امريني. ما بتقدري تاخذي معي؟ عندي سفر كثير ضروري على ثمانية. نعم؟ بدك تتركي ابنك كوكي عندي؟ ما بتقدري تاخذي معي؟ عندي سفر كثير ضروري على ثمانية. لا لا لا، ما عندي شيء فاضية، بس يعني قصدي ليش ما بتاخذيه معك؟ اكيد بيتسلى. ما بتقدري تاخذي معي؟ ما بتقدري تاخذيه معك؟ عندك سفرة كتير ضرورية على سليمانية؟ ما بتقدري تاخذي معك؟ أيوة والله ما بعرف إيش بدي أقول لك. ما بتقدري تاخذي معك؟ عندك سفرة. لك لا لا ما عندي شيء، ما في أسئلة، بس يعني طيب طيب خلاص، تكرم عينك، ميت السلامة. ما بتقدري تاخذي معي؟ عندك سفرة. يعني ما رح تطولي ساعتين ثلاثة بس وبترجع ان شاء الله من السفر؟ ما بتقدري تاخذي معي؟ أيوة. عندي سفرة كتير ضرورية. يعني أكيد ما رح تطولي؟ ما بتقدري تاخذي معي؟ عندي سفرة كتير ضرورية. طيب خلص تكرم عينك، ميت السلامة، خلص جيبي لك كوكي لعندي. ما بدي تاخذي معي؟ عندي سفرة كثير. ماشي ماشي، بانتظارك، مع السلامة، باي باي. خير ايش في؟ لك مثل ما سمعت، هي رفيقتي كيكي قال بدها تسافر، عندها سفرة ضرورية كثير 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 على سليمانية. ايه. وقال ما رح تطول، يعني ساعتين ثلاثة بالكثير بتكون رجعت. ايه. بدها تترك ابنها كوكي عنا. لك مو هذا كوكي العجيب؟ كوكي العجيب. لك قولي لها بابن حسين. لك ما بعرف، طيب والله خجلتني، وهي مسكينة يعني ما عندها حدا وعايشة هون بالغربة لحالها. ايه. وقال انجبرت، عندها كتير مشوار ضروري بدها تسافر. حسبي الله ونعم الوكيل. يي كني وصلت، سمعت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. عم ندق الباب. لا حول ولا قوة الا بالله.
الله يوفقك الله يوفقك، وطي صوتك ولا تعصب، لا تخجلني قدام رفيقتي. طيب نحن ما صدقنا نرتاح من ابننا عبودة يجينا كوكي العجيب. طيب والله ايش بيعرفني، انا مثلك والله ما لحقت اتهنى بفنجان القهوة، والله لسه ما شربت شفة من فنجان القهوة. خليتيني من كده مع الطب نكب عن فنجان القهوة. الله يوفقك لك، عيب عم بدق الباب. كرمالك بس يلا يلا رح افتح لها الباب. تحيلها شوفي يلا. تكمل فنجاني اروق شوي. يلا يلا جيت. اهلين تفضلي، اهلا وسهلا حبيبتي كيكي. اهلين ماما بشورة، كيفك؟ ان شاء الله بخير. ميت السلامة اهلين، تفضلي تفضلي استريحي. لا والله كثير مستعجل، عندي سفرة على السليمانية ضروري، بدي مستعجل برجع. هذا ابني كوكي العجيب. اهلين حبيبي كوكي. اهلين خالي. انا متأكدة ما راح يعذبك لاني ولد كيوت هادي لطيف، مو هيك يا كوكي؟ الله الله ما شاء الله عليه، عن جد مبين عليه الادب والترتيب، الله يخلي لك يا ربي. الله يسلمك، واذا بدك احكي معه بالانجليزي لانه كوكي العجيب بلبل بالانجليزي، مو هيك؟ الله الله ما شاء الله عليه كمان شطور. لك تفضلي اشربي فنجان قهوة. والله مستعجل غير مرة. يلا حبيبي كوكي انا بدي اروح، لا تعذبها لخالي ماما بشورة، اوكي؟ خلاص خلاص لا تاكلي هم، كوكي رح احطه بعيني. تسلم عينيك يا رب. ميت السلامة اهلين، والله اشتهيتك بفنجان قهوة. مستعجل كتير تسلم على السلمانية كتير ضروري. يلا تروحي وترجعي بالسلامة. لا تعذبها لخالي ماما بشورة، اوكي؟ تروحي ترجعي بالسلامة، مع السلامة. الله معي الله معي، مع السلامة. يلا تفضل حبيبي كوكي، ميت السلامة. تفضل، وهاي كوكي العجيب وصار عنا. تفضل. أهلا عمو كوكي العجيب. سلم سلم حبيبي. أنت كوكي العجيب. أهلا وسهلا أهلا وسهلا، شلون كويس أنت حباب؟ أهلا كوكي، تعمو كوكي العجيب، روح جنبي تتعب. يلا خلينا نسمع الاخبار. يلا حطلنا نشوف الدنيا قايمه، يعني خلينا نشوف اخبار. لك لك يا حبيبي يا كوكي عيب. لك حطوا على الاخبار. كن خلينا نسمع الاخبار. لك حبيبي كوكي. عيب والله عيب، خلينا نسمع على الاخبار. عمو كوكي. كن لك كن عمو. عيب انت هيك بتعمل مع ابوك بالبيت. لك كن يا كوكي، خلينا نعرف نسمع على هالاخبار. لك شو بتعمل؟ لك عيب والله عيب. لك عيب عمو كوكي. لك يا حبيبي يا كوكي. لك روحي، انت هيك بتعمل مع ابوك بالبيت؟ لك عمو كوكي. طيب ايش بدك؟ بس قلنا ايش بدك نعمل لك لحتى تقعد عاقل وتخلينا نسمع هالاخبار. اترك شعرات وخلاص، بنحط لك افلام كرتون. بدك قلت لي بده افلام كرتون. ايه خليه ينزل. انزل لك انزل عمو. يلا انزل لك، انزل من فوق ظهره، كسرت له ظهره للزلمه. عود والله جننت. ليه بدي افلام كرتون؟ لك يا حبيبي يا كوكي، مو قلنا لك بس نخلص الاخبار بنحط لك افلام كرتون؟ هات الجهاز من ايدك. والله لو كنت ابني لكن طرقتك كف، هريت لك اثنينك هر. كف ذهابا كف ايابا. يلا تفضلوا على الاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا. اعطيني معلقه لي كمان. تفضلي معلقتين. يلا تفضلوا. اخ يا كوكي. لك شيء؟ لك عيب يا ابني. سموا بالرحمن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معنا حبيبي. يا ابني واخ شو هاد؟ لك يا كوكي يا روحي يا حبيبي، قول معنا روحي،
عندك هي بندورة وهي مسقعة البنجان وهي رز وهي زيت وزعتر، كل معنا يا روحي كل. يا يا كوكي لك يا روحي يا كوكي العجيب، كل معنا بندورة مسقعة. خلص أنا رح أطعمي بإيدي. هو هاي معلقة رز من عندي، يمكن يكون مستحي. تحت أمك بك يا كوكي يا حبيبي، تحت أمك، يلا تحت أمك لك، تحت أمك ولا افتح دمك يا كوكي، لك يا كوكي يا بطيخ افتح دمك، يا كوكي يا بطيخ يا كوكي العجيب افتح دمك كل افتح. لك يا حبيبي يا روحي يا كوكي يا عجيب، كرمالي لقمة واحدة كل بس. يلا حبيبي كل هاللقمة من ايدي، اكيد رح يعجبك حبيبي، رز كثير طيب. كوكي يا كوكي يا حبيبي كل بس هاللقمة واحدة بس. لك يا روحي كل. يوه عبالك شعرك يا بابا احمد بندورة. أنا رح يفتح بندورة براسك وقال هل على الآي. لك طيب فهمنا بس إيش بدك يا حبيبي يا كوكي، كل هاللقمة من إيد خالي. بدي أندومي. إيش بدك؟ أندومي بدي أندومي بدي أندومي بدي أندومي يا ولي يا ولي يا ولي بدي أندومي بدي أندومي بدي أندومي بدي أندومي بدي أندومي بدي أندومي يا كوكي يا روحي الأندومي ما صحية، يا كوكي يا روحي الأندومي ما صحية. يا حبيبي يا روحي الاندومي مو صحية ابدا، الاندومي مؤذية، كل معنا اكل صحي. بدي اندومي بدي اندومي يا ربي بدي اندومي. لك ابوس ايدك امي عملي له اندومي يا كوكي. بدي اندومي يا ربي على هالحالة. لك يا كوكي يا كوكي الله يرضى عليك يا حبيبي يا روحي، لك جرب لك لقمة مسقعة البنجان كتير طيبة. بدي اندومي بدي اندومي اسمع يا كوكي بدي اندومي. اسمع يا كوكي يا كوكي يا روحي اندومي ما في، نحن ما عنا اندومي، عم تفهم حكي؟ بدك تاكل معنا. ران لك ابوس ايدك قومي عاملينه اندومي، الله يرضى عليك عاملينه اندومي. لك ايه ايه خلاص خلاص رح اعمل لك اندومي بطيخ. ها ايش هالغلا أندومي. اتفضل يا كوكي العجيب، هاي صحن أندومي، تفضل كول. بدي شوكة بدي شوكة. ايه ايه دخيلك دخيلك لا تفتح حلقك، بجيب لك شوكة. اوف يا تفضل هاي شوكة. يا ربي بقى نعرف ناكل هاللقمة بهنا. اه بس حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله عجبتك الاندومي. لك ليش هيك عم تعمل؟ لك ليش هيك يا كوكي؟ لك شوف ايش عم بيعمل فيه؟ لك بلوزة جديدة ما لحق اتهنى فيها. لك مو عيب عليك؟ انت هيك بتعمل في بيتكم؟ انا ما بتحمل من هون، اكثر زي ما بتحمل، داروا من هون. لا 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 لا، عن جد انت ولد مالك طبيعي. لك ايش شو هاد؟ لك عم بحط على شعرك اندومي. يا الله 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 ليش ليش؟ يا الله انا ما بتحمل انا ما بتحمل طول بطل. يا ربي دخيلك، لك انت والله مالك طبيعي. خلص خلص كل لحالك، نحن ما بقى بدنا ناكل. لك عيب عيب، لك تعال هون تعال هون. لك شلون عم تطلع فيني يا كوكي؟ لك شلون عم تضرب عمو قد ابوك؟ لك ما بتستحي انت؟ بدي مي بدي مي بدي مي. لك ايه دخيل الله جيب لي مي، خلي سكرت امه جيب لي مي. ايه خلص بدي مي. لك بروح ولا حرام. لك جبت له مي، تعال تعال تفضل يا كوكي هيك كاسة مي. ولك يا هلي لك شفت يا بابا احمد، لك رشني بالمي ولك عبيتني مي. لك مو الحق عليك، الحق علي انا جبت لك مي. لك يا قليل التربايه، لك ايش هالولد هاد هالكاسة من ايدك لا تكسرها. ولد ولد
لك مالك شايفه؟ هذا ولد؟ هذا شيطان؟ لا والله والله جاي عبالي أخبطك كف أهرل لك سنينك هر وأخليك تبلعن بلع. ولد 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 لك إيش ولد؟ إيش ولد هذا؟ لك أنت لو أكل كف واحد من أهلك كيف تتربيت؟ والله قطعت لي قلبي يا كوكي يا عجيب حاج تبكي لك يا كوكي يا حبيبي والله قطعت لي قلبي حاج تبكي لك لسه ما سكت لسه عم يبكي ايه عم يبكي لك لا تصدق لا تصدق لا تصدق هالدموع هي دموع التماسيح لك انت حاطه عقلك بعقل ولد صغير لك هذا صغير هذا لك هذا عفريت ما خلى شغلي الا وخرب لي اياها لك هذا ولد ولد يا كوكي يا حبيبي عاش تبكي لك وين اما بتجي تهتك طيب طيب خلص انا رح اساعدك واسكته لك يا كوكي يا حبيبي مو انت شاطر بالانجليزي غني لي غنيه بالانجليزي يا كوكي يا حبيبي ايش معنى تاسد بالانجليزي ليون شايف والله شاطر بالانجليزي إيه؟ طيب يا كوكي يا حبيبي إيش معنى عصفور بالإنجليزي؟ بيرد آه. طيب يا كوكي يا حبيبي معنى قطة بالإنجليزي؟ كير طيب يا كوكي يا حبيبي إيش معنى حمار بالإنجليزي؟ دونكي بدي دونكي بدي دونكي نعم نعم إيش بدك حبيبي؟ إيش بدك حبيبي؟ بدي دونكي يعني شلون يعني بدك دونكي؟ بدي تعمل لي دونكي لك يا كوكي يا عجيب ايش دونكي؟ عيب يا ابني عيب انا رجال كبير قد ابوك بدي دونكي يا حبيبي كوكي طول بالك شلون بدك يعني يعمل لك دونكي؟ بدي تعمل لي حالك دونكي واركب فوق دونكي؟ طيب خلص طول بالك يا بابا احمد خلص سايره سايره اعمل حالك دونكي وخليه يركب فوقك نعم بدك قصيد دونكي هيك صارت انت لك لا لا والله مو قصدي انا بس انه بلا ما يفتح حلقه طيب اعمل حالك حصان لا تعمل حالك دونكي طيب حصان ها مو دونكي ايه ايه بس المهم ما يفتح حلقه والله الله ايش بيسد له حلقه ما بعرف خلص سيره سيره هلا امه ان شاء الله بتيجي بتاخده وبتخلصنا منه طلع يا كوكي يا عجيب حصان بدي دونكي حصان دونكي حصان دونكي يلا عندي يا دونكي حصان دونكي حصان يلا يلا خلص امشي امشي بلا ما يفتح حلقه يا 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 يلا دنزل يلا انزل هات ايدك هات ايدك حبيبي كوكي لكن زيل يا كوكي تعا تعا رح اجيب لك هلا شبيس واكلات تعا حبيبي يلا عود هوني هلا رح اجيب لك شبسات شو رح صار بالزلمة كي جننتني لك يا كوكي يا حبيبي تعا كلهم على الطاولة يا كوكي يا حبيبي يا كوكي العجيب تعا كلهم على الطاولة لك ايه ايه بنجيب لك عصير وبدي شريمونة كمان ايه ايه بجيب لك عصير وبجيب لك شريمونة لك جيبي لي عصير اواب ايه ايه رايحة اجيب له انت بس سد له حلقه لا تخليه يعيط بدي عصير بلا بس كده هالباجو ران تذكر حلقك ما بدي اسمع ما بدي اسمع حسك كوت 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 سكرنا هالباجوات يا
جيبي لنا العصير خلصينا. تفضل تفضل يا كوكي يا حبيبي، هذا احلى عصير مع الشريمونه. بس كنا ماجوعه. لك مو مو عيب هيك عليك يا كوكي يا حبيبي، ترشني متوانه بالمي. مو عيب تلوش خالي، ماما بشرها بالمي، مو عيب عليك. لك انت يا حبيبي يا كوكي، انت هيك بتعمل بالبيت يا لك يا كوكي يا بطيخ، حاجه تنفخ بالعصير. لك شوف 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 شلون ملالي الدنيا وسخ. لك يا كوكي حاجه تنفخ بها العصير. حاجه تنفخ، عيب عيب. لك يا كوكي يا كوكي والله عيب، ليه هيك عم تنفخ بالعصير؟ يا بابا جنننا هالولد اليوم. جنني جنني قربني. امه تاخرت، ايمت بدها تجي؟ لك يا لك يا ربي ولا والله انت بدك ضرب. انا ما بضرب معه عن جد عن جد، العصاية من الجنه. شوف شوف لا لا لك انا ما بضرب معه. لك وين تتركني معه وتروح يا بابا احمد؟ انا ما بضرب معه. انا إذا أنت بدك تتخبى منه أنا بدي أتخبى. لك والله جننتنا. طلعي طلعي شو هاي، طلعي طلعي كولا، طلعي كولا. لك أولى أولى بتوقف عن هالوسخ وهالشراسة. لك يا قليل الأدب، لك أنت قليل الترباية. يا حبيبي لك فتح حلو، لك فتح حلو يا بابا أحمد. أنا ما بتحمل. لك خلص خلص أنا بدي أروح معك كمان. خلاص انت ابكي لا تشبع. خلاص ابكي اشبع. امشي 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 نهرب، خلينا نهرب منه. ابني ابني خلاص سكر سكر الباب، خلينا نتخبى منه. لك ايش هالكوكي، ايش هالكوكي، ايش هالكوكي، عن جد عجيب عجيب عجيب. معقول انا وانت مهزومين من هيك فصعون ورايحين نتخبى؟ عجيب هالكوكي. لك هذا لك هذا شيطان، لك هذا لك هذا عفريت. ايش عرفني، والله جننا، الله يعين اهله عليه. ما بعرف الولد لي. يا محلاك يا عبود يا افندي، قدام هالشيطان يلي اسمه كوكي العجيب. ايه والله طلع عبود يا افندي، ابوسه بنعمة قدام كوكي العجيب. يبكي 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 لينام. خليكي لينام. ايه بس كانه ما عدنا نسمع صوته. ايه نام. بلش يلعب الفار بعبي يا بابا احمد. تعال نشوف، خلينا نستفق ده نطلع إيه. عليه ضل موقف النغري. اماني عنا كوكي عجيب، اماني. لك وينه؟ لك يا ماما بشوره. وينه هذا كوكي؟ ماما بشوره يا ماما بشوره، ما عم بشوفه. ما بعرف، لك نحن مو تركناه هون عم يجعر ويبكي. ايه ايه. لك يا ماريا حبيبتي، وينه هذا كوكي العجيب؟ بتعرفي وينه؟ لا يا مامي، فجأة اختفى، ما بعرف وينه. حسبي الله ونعم الوكيل. وين تخبى؟ معقول هون؟ يا الله. لك وين اختفى هالبطيخ؟ ما عم بشوفه. يا ربي وين راح؟ خلينا ننتشر بالبيت كله ونطلع عليه. يا بابا احمد، معقول يكون طفش طلع من البيت؟ لا يا سواد، وشي من امه كيكي. لا لا ما اتوقع طفش، خلينا نطلع عليه بالبيت. هلا اذا اجت امه كيكي والله لا تفضحني وتفضحك. يا لطيف قصه وحكي، قصه وحكي. خلينا ندور عليه، وينه وينه؟ خليني اشوف هون تحت الطاوله. لك ما في حدا. وينه؟ يا الله وينه؟ بابا شفتوا شيء؟ هون في حدا؟ لك ما في حدا هون بهاي الغرفة. بابا لقيت حدا؟ ما في حدا طول بهاي الغرفة ابدا. طيب بابا وينه؟ طيب بابا طلع طلع عليه فوق ليكون طلع لفوق. امه بسرعة، خايفة تيجي امه كيكي الشمارين. بس ما في حدا فوق طاولة. يا كمان ما في حدا فوق ابدا. لك يا ربي، لك بركي الله اجت امه. ايش بدي اقول لامه؟ يا عن جد اسمه كوكي العجيب، كوكي عجيب. طلع بالحمام ليكون تخبى بالحمام بتواليت. طلع طلع على المظبوط. يا سواد، وشي من امه كيكي. لك والله مالي قدرتها. لك ما في حدا طاول بالبيت. لك عم ندق الباب. لك النجت الله يوفقك، وطي صوتك وطي. شوف 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 بابا احمد. انا رح ادق، انا رح الهي شوي لامه. إيه؟ على الباب. إيه؟ رح وقف اقرقر معه. إيه؟ واحكي معه. إيه؟ انت خليك عم بتدور عليه. إيه؟ دور عليه فوق او اطلع لبرا دور عليه. إيه؟ المهم طلع بتدور عليه. يلا اطلع تعال. اتفقنا اتفقنا. يلا صب هون. يلا يستر الله يستر. يلا يلا جيتك. اهلا وسهلا حبيبتي كيكي، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا ربي، ما سمعكم تعبناكم معنا. لا لا، ابنك كوكي ما في مثله، كتير كتير طلع لطيف وكيوت. ما شاء الله عليه. لك فعلا عن جد يعني هالكوكي ابنك إله تم ياكل ما له تم يحكي. ما في منه هذا كوكي العجيب. ان شاء الله كانت سفرتك ميسرة. الحمد لله، بس خليه باصي حيله، خليه
اروح تعبانه تاخرنا والله تعبانه بدي اروح اجيب اخوه كمان من عند والله ما يعني يعيب الشوم منك ما بصير هيك من على الباب تفضلي استريحي ما في بيناتنا تقيد غير مره ان شاء الله لك فنجان قهوه والله مستعجله كثير بدي اروح اجيب اخوه حتى تطلع عند الجيران يلا يلا هلا بصح له لابنك كوكي يمكن هو عم ياكل دخيل عينك سيحي لو مستعجل دخيل عينك يلا يلا ما حكيتي لي شلون كان طريقك لا الحمد لله ميسره يعني لك يا كوكي يا عيني يا قلبي تعال روح اخذنا لك انت هون لك انت هون وانا جنيت وانا عم دور عليك انا وبابا احمد اهلا اهلا حبيبي لك انت عم بيعمل جنتات السفر؟ اي ايش بعرفني؟ اسألي ابنك كوكي، كوكي العجيب لك كل شوي ينط من قرنة لقرنة بيختفي مثل السعدان لا لا هيك يعني مو قصدي ما حبيصة منك كوكي العجيب ما في منه والله مو قصدي هذا كوكي حباب لطيف اي الله يخلي لك يا ويحفظه الله يخلي لك أولادك ويسلم لك يا باي شفناك بخير مع السلامة مع السلامة ميت السلامة الله معك انت وابنك لك وينك يا بابا احمد انزل انزل عليك الامان لك ظل بتصغر ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتنشروا الفيديو في كل مكان حتى على المريض نشروا باي